دلوقتي الحقيقة مع ملف أنا بعتبر إن هو شائك جدا وجدلي جدا ومرتبط بيه أبعاد كتير، أبعاد دينية وأبعاد ثقافية وأبعاد طبية وصحية. الحقيقة متعقد ومتشابك جدا، وتبص له يعني من كل اتجاه تقدر توصفه بشكل مختلف. لو بصيت له من اتجاه معين ممكن توصفه بأن هو قمة الرحمة، ولو بصيت له من ناحية تانية تجد أن هو قمة القسوة. ازاي وايه اللي انا اقصده؟ النهارده لما بنتكلم عن فكره التبرع بالاعضاء خصوصا في حاله الوفاه، من ناحيه في ناس كتير مرت بتجارب مؤلمه مع قريب او صديق او حد من افراد الاسره، يعني بيعد العداد عليهم العد التنازلي في الحياه، اما مريض كبد او مريض كلى، معاناة مستمرة، مروح للمستشفى، داخل خارج من المستشفى، حالة عدم استقرار في البيت كله، حالة طوارئ في البيت كله. المريض ده في الحالة دي بيتمنى طوق نجاة أو بيتمنى يعني حاجة تكتب له شهادة عمر جديد أو شهادة ميلاد جديدة، تكتب له عمر جديد في الحياة لو قدر إن هو يعني يحصل على عضو جديد بدل العضو اللي فيه مشكلة. من ناحية تانية في ناس كتير بتقول لك أنا إزاي أتقبل فكرة أنه جسمي يتشرح أو جسم حد أنا بحبه أو حد عزيز عليا يتفتح ويتشرح ويتاخد منه عضو، برضو فكرة منتهى القسوة في نفس الوقت. التناقض ده والمفارقة دي النهاردة بتحصل في ظل اختلاف كبير وفي ظل توجه ومشروع للتوسع في زراعة الأعضاء وإنشاء يعني بنوك أو قاعدة بيانات بتوصل المرضى بالمستعدين للتبرع. توجه جديد تماما، إيه هي سبل تنفيذه؟ هل هو قابل للتطبيق على أرض الواقع؟ طب قانونيا ده يحصل إزاي؟ طب مجتمعيا هل في تقبل ليه ولا لأ؟ يمكن كل ده هناقشه مع حضراتكم النهاردة وافتح كده نقطة نقطة في القضية دي. دكتور محمد عبد الوهاب نائب مدير زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد واستشاري الجهاز الهضمي والكبد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ زينب. أنا عايز أخد حضرتك بقى من الأول خالص فكرة زراعة الأعضاء. يعني قريت من ضمن ما قريت كده أن احنا في العالم كله 97% من حالات أو عمليات التبرع بالأعضاء بتكون في حالات الوفاة، في حين احنا في مصر 100% من حالات التبرع بالأعضاء بيبقى في حالة الحياة. لو تشرح لنا احنا النهاردة بنعمل عمليات التبرع بالأعضاء ازاي وفي أنهي ظروف، ونفهم كده احنا موقفنا ايه قبل ما نتكلم عن الصورة المستقبلية. تمام. هو مبدئيا هو احنا زراعة الأعضاء وزراعة حتى الأطراف الصناعية دي منذ التاريخ، يعني يعني احنا عندنا في القرن 16 في صورة كده شهيرة جدا بيزرعوا رجل، حتى رجل لونها أسمر لواحد أمير عندهم كان أبيض. صورة شهيرة جدا، كان خواجة دكتور اسمه قزمن هو اللي عمل العملية دي لحد من الأمراء. ويمكن عندنا كمان التاريخ بيقول قبل كده، احنا عندنا في قدماء المصريين حضرتك لو رحت المتحف القومي للحضارة هتلاقي فيه قدم كده مزروع لها ظافر خشب، صباع كبير خشب معمول زراعة، يعني كأنه الطرف صناعي وموجود معمول بطريقة معينة ومتخيط بطريقة معينة في القدم دي. زراعة الأعضاء في العالم بدأت منذ حوالي سنة 54، بدأت بالكلى لما واحد أمريكاني تبرع لأخوه المريض، كان عنده مرض شديد في الكلى فتبرع له بكلى من الكليتين، كانوا أخوات توأم فتبرع لأخوه، ودي كانت يمكن أول زراعة كلى ناجحة سنة 54. طبعا مع نجاح هذه العمليات بعد كده توالت العمليات بقى زرع الكبد وزرع الكلى وزرع القلب وزرع الرئة وزرع القرنية وغيره. احنا بنحتاج طبعا للعمليات دي عشان ننقذ حياة شخص، ننقذ حياة إنسان بيعاني من مرض عضال سواء في الكلى سواء في الكبد سواء في البنكرياس، فبنضطر نعمل هذه العملية علشان ننقذ حياة هذا الشخص. يمكن اللي خلى العالم يتجه لزراعة الأعضاء من حد متوفى حديثا هو النقص الموجود في قصة المتبرعين الأحياء. احنا دلوقتي مثلا عندنا في مصر وفي بعض الدول كتير من العالم بنزرع من حي، من متبرع حي، يعني حد يتبرع لأخوه زي الشخص الأمريكاني وهو ده وهو عايش في حياته بيقرر أنه يتبرع لحد. بالضبط، يتبرع بالكلى، يتبرع بفص من الكبد، يتبرع بأي عضو من الأعضاء دي طالما هو مش هيضر هذا المتبرع بحاجة. ولكن نقص هذه الأعضاء أو نقص المتبرعين هو اللي أوجد الحاجة اللي احنا ندور على المتوفين حديثا. يمكن التقنية دي لسه مش موجودة في مصر لأن هي لسه طبعا ما كانش عندنا قانون يسمح بكده لحد سنة 2010 ما طلع القانون اللي سمح بهذه التقنية، اللي هي ان احنا نزرع
زرع عضو من الأعضاء من حد متوفى حديثا، لكن اللي موجود عندنا في مصر حاليا من حوالي مثلا أكثر من 20 سنة زرع الكبد موجود من سنة 2001، بنزرع كبد من حد حي، بناخد منه الفص اليمين من الكبد وبنزرعه في هذا الشخص المريض. لكن برضه لو حضرتك تشرح لنا طبعا حتى في المعهد القومي الامر بيحصل ازاي؟ يعني عندكم مريض حالته مثلا مستعصيه، عنده الكبد، عنده الكلى، بيغسل، وضعه صعب، بيحصل ايه؟ بيجي حد قريبه، انتوا بتقدروا توصلوه بحد؟ ايه العمليه كلها اجرائيا بتحصل ازاي؟ يعني احنا زراعه الاعضاء في مصر بتتم ازاي؟ تمام. هو طبعا اول حاجه ان احنا ناخد القرار ان هذا الشخص محتاج زراعه كبد. بالنسبه للكبد مثلا طبيا، اول حاجه طبيا ده بناء على مقاييس عالميه العالم كله متعارف عليها، على سكورز معينه، وبنحسب تحاليله عامله كذا عامله كده، نسبه الزلال عنده كذا، نسبه السيوله كذا، نسبه وظيفه الكلى كذا، عنده استسقاء، عنده غيبوبه كبديه، الاعراض دي كلها مجتمعه بنحطها على سكور معين وبنحسب هذا السكور هل هو دخل في الخصائص اللي محتاج زراعه كبد ولا لا. وجدنا خلاص ان هذا الشخص محتاج زراعه كبد، بنبدا الخطوه الثانيه ان احنا نبدا نبحث عن متبرع مناسب ليه. المتبرع ده لازم يكون قريب. القانون سمح لنا لحد الدرجه الرابعه، يبقى قريبه لحد الدرجه الرابعه بالظبط. اي قريب بناخد من هذا القريب الفص الايمن، بنبدا الاول طبعا بنفحصه، بنفحص القريب ده، بنعمل له تحاليل شامله على الجسم كله، تحاليل وظائف كبد، تحاليل وظائف كلى، سكر، صوره دم كامله، فيروسات كبد، بنفحص القلب، بنفحص الصدر، بنفحص الكلى، نطمئن تماما ان هذا المتبرع صالح وصحته سليمه 100% ولا يوجد اي ضرر على هذا المتبرع. لانك ممكن تاخد منه يبقى هو عنده هو كمان مشكله لا يحتمل بعدها. بالظبط. احنا حتى عندنا في زراعه الكبد من متبرع حي بنقول للمريض وللمتبرع وهم قاعدين قصاد بعض، انا يهمني المتبرع اكتر منك. صحه المتبرع وسلامته اهم عندنا من المريض. لان المتبرع ده شخص سليم ومعافى تماما، مش عايزين نصيبه بحاجه. بالظبط. والمريض بيتقبل ده جيدا لما اقول له كده قدامه، بيتقبل ده طبعا، لان غالبا المريض ده المتبرع ده بيبقى اخوه، بيبقى ابنه، بتبقى زوجته، فبيبقى عارف، بيبقى عايز يبقى هم كويسين وخايف عليهم يمكن اكتر من نفسه. هو اصلا بيبقى موقف صعب قوي طبعا، يعني طبعا. على الاثنين، الشخص اللي حاسس ان هو في حد جاي يديله حته من جسمه وخايف عليه زي ما حضرتك بتقول، خايف عليه هو كمان يجرى له حاجه، لان بالمناسبه هي مش عمليه سهله ابدا. يعني انا حتى كنت بسمع انه ناس كتير اللي ما دخلتش في قصه او ما اضطرتش، وربنا يعافينا ويحفظنا جميعا، اللي ما اضطرش يدخل في مساله انه يزرع عضو لشخص قريب او كده، مش دريان بالكواليس، بس عمليه صعبه وما بعدها اصعب بتهيألي، وفكره التعافي منها، وفي ناس بتبقى عندها مشكله في المناعه، فالقصه كلها مؤلمه ومش سهله. يعني انا عايز اقول لحضرتك إن المريض والمتبرع لما بيخش جراحة زرع الكبد مثلا، أول سؤال بيسأله كل واحد منهم أول ما يخرج من أوضة العمليات، أول ما يفوق يسأل على التاني، عمل إيه؟ قبل ما يسأل عن نفسه، قبل ما يسأل أنا عامل إيه؟ قبل ما يسأل العملية نجحت ولا لأ؟ يسأل المريض، يسأل المتبرع عامل إيه؟ والمتبرع يسأل على المريض والده أو أخوه أو ابنه عامل إيه؟ لأن هو ده عمل إنساني من الدرجة الأولى، أنا بعمل ده علشان أنقذ قريبي. فالقصة دي من علامات الرحمة، واللي صار زي ما حضرتك قلتي، إيثار، أنا بأسر أخويا أو أبويا أو ابني على نفسي.